وفيما يخص الجزائر دعوني أؤكد من جديد التزام رئيس عبد المجيد تبون اللا مشروط للدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة في قارتنا، في المحافل الإفريقية وفي المحافل العالمية. ودعوني أؤكد من جديد أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الأفارقة والعرب عندما اعتمدوا ترشيح الجزائر لتشغيل منصب عضو في مجلس الأمن في عهدة 2024 و25. فلنا مواعيد أخرى في وهران الباهية. رافقتكم جميعا السلامة، وعودوا إلينا في أي وقت، فوهران والجزائر وطنكم الثاني. أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.